الفيسبوك ده فتح من امتى؟ مش من 2004 تقريبا؟ تقريبا. كنت انا من اوائل الناس اللي صحيوا بدري وعملوا اكونت على الفيسبوك عشان نقعد مع اصحابنا كده، عارف، نتكلم، نحط صور، اتضايق كده. الموضوع وسع جدا يا معلم. من ساعتها بقالي 12 سنه هو بمارس هوايتي في دراسه انواع الناس اللي موجوده على فيسبوك. اول واشهر واكتر نوع هتلاقيه على الفيسبوك هو الحصاله الجائعه. اللي ايه الحصاله ليه؟ هو الحصاله الجائعه اسمه كده. ده بقى مطارد اللايكات، مريض الاعجاب، جامع الاصدقاء. هدف حياته بيتلخص في لم اكبر كم ممكن من اللايكات باي طريقه. تمشي بيعمل بيهم ايه بس اهو، يلمهم كده لايكاتي كده عزوه. النوع ده في الغالب بيكون نرجسي جدا ومغرم بنفسه ومعتز بآراء، مستعد يبيع نفسه علشان لايك، كلب لايكات، يعمل اي حاجه، سيلفي بقى، بوز بطه، رقصه، نكته سخيفه، اي شيء يفشي اسرار البيت، يتكلم عن حب ابوه المتزايد لمي عز الدين عادي. مبدئيا كده ده اللي تلاقيه بيكتب بوست ويقوم عامل له هو لايك بنفسه، يعني يكتبه يقوم في ساعتها. والمنطق البسيط بيقول ان بما انه هو اللي كاتبه اذن فهو رايه، انت اكيد عاجبك والا ما كنتش كتبته، ما كل واحد عاجباه دماغه. بس برضه يعمل لايك، بص على البوست بتاعه كده، قال لك ان شاء الله العظيم الجدع ده كلامه زي الفل، اه يلا ها. طبعا رايه ده ممكن يكون حاجه شبه الجو النهارده حر شويه، ده البوست ده اللي هو عمل له، او ما اجمل الشتاء، السكه اللي ما فيهاش اي معنى دي، بس هو حس انها طالعه من بقه زي العسل، مفيش فكره، بس هو عجبه اداؤه، انا لذيذ، اه لايك. في النوع اللي بيحب يشاركنا كل تفاصيل حياته اليوميه المثيره، على اساس ان احنا هنهتم جدا باننا نشوف صوره طبق الفاصوليا اللي ضربه على الغدا اللي مكتوب عليه من ايدين ست الكل اتفضلوا معايا. هو متخيل اننا هنقعد على القهوه بالليل نتكلم على خبر الفاصوليا ده، نقعد كلنا بقى شوف يا نهار ابيض معتز حط الفاصوليا دي جننا، او هنتهبل على ميداليه المفاتيح الفضه اللي اجمد اصحاب بجد جابوها له النهارده. احنا مالنا حبيبي، كل فاصوليتك بالهنا والشفا من سكات، نتفضل ايه يعني، نتفضل نحملها على الجهاز مثلا، نتفضل نطبعها. في واحد بيشاركه نفس المرض تقريبا بس من سكه تانية بقى، ده الغامض. الغامض ده بيبقى عنده نفس الرغبه في لفت الانظار واثاره الاهتمام بس من منطقه الغموض الحزين، ده بيتغذى على التعاطف. ده تلاقيه كاتب بوست يقول فيه قدر الله وما شاء فعل بس ويسيبك، ما يقولش ايه اللي حصل، او ان لله وانا اليه راجعون، ما يقولش مين اللي مات. فتلاقي طبعا التعليقات كلها ايه، في ايه يا محمد قلقتنا، وقاعد مصر فرع بص على الكومنتات فرحان كده، اهتمام، الناس مهتمه، الناس بتحبني. يرد ابدا، ساعه ساعتين اخر اليوم، بعدين يوم كاتب بقى بغموض برضه يقول الحمد لله على كل شيء، فين وفين لما نفهم ان رخصته اتسحبت وهو ماشي في الشارع عادي، هو بالطريقه دي اتبسط خلاص، بكره بقى يفكر في مصيبه جديده على رواقه من اول النهار علشان يقرفنا بيها. ده بقى تتعامل معاه ازاي؟ رد عليه رد اغمض من غموضه، يعني لما تلاقيه كاتب مش عارف ايه يا ساتر يا رب، اقول له الدنيا فانيه بس اهي ايامه بنقضيها، الجو ده بوظ له خطته. انا ما عنديش مشكله ان الناس تكتب دعاء على الفيسبوك، كل واحد حر بيفضفض، يا سيدي اللهم احفظ ولادي، يا رب اعمل لي الحاجات اللذيذه اللي انا الحلوه، يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس. انا ما اعرفش ليه بندعي على الفيسبوك بس وماله، الدعاء جميل. لكن الظريف بقى ان في ناس بتدعي على الملأ وتدكن في نفس الوقت، يا رب عجل لي بالامر اللي انا تمنيته وانت عارفه، او يا رب الموضوع اياه الله. طب بما ان الموضوع مش مطروح للحوار المجتمعي بتشاركينا بيه ليه؟ ليه يا رب اهديهم يا رب. في نوع بحبه قوي انا شخصيا فعلا بيثير اهتمامي وبحسه يستحق الدراسه، النوع اللي هو بيبقى حاجه بحاجه، اللي هو تلاقيه مثلا ايه، اميره بحيائي، ملكه باخلاقي، جميله بعفافي، فله بحاجاتي، سعيده بطلاقي، هي مسميه نفسها كده. دول غالبا ما بيبقاش ليهم اي اراء شخصيه في اي حاجه، بيكتفوا ان هم يعملوا شير للبوستات الجاهزه. خش عندهم كده اتفرج، تلاقي صوره غروب الشمس، اتنين ماسكين ايدين بعض بعدها على طول، او واحده بتعيط في المطر. تحس ان حاجه بحاجه ده اسم محرك الاكونت مش حقيقي، واجهه لنشاط تاني من الباطن، او غسيل اموال، برضه نوع تاني قريب منه بس الرجالي بتاعه بقى. ده بيبقى النوع المضاف والمضاف اليه، امير الاحلام، اسير الظلام، قليل الكلام، قريب المدام كده. ده شخص مش طبيعي، لانه لو انسان طبيعي كان هيبقى اسمه احمد كمال وخلاص. غالبا ده بيبقى الاكونت التاني. انا بقى نفسي اعرف لما جميله بعفافي بتقعد مع اسير الظلام بيقولوا ايه، بيتهيالي ما بيتكلموش زينا. تقريبا بيطلع اصوات موج بحر مثلا، هم قاعدين مع بعض، ميرة بس اسير الحاجات، هي تدي له موج بحر ويرد عليها بخرير امواج، فدي حته صوت ظلام، عارف صوت الظلام جميل، وخرير العفاف.